السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله. عليه أفضل الصلاة والسلام. اللي معاكم النهاردة اتكلموا محشي. مذكرات جايبالنا طبق محشي، طبق لكل محشي واحد طبق محشي وحتتين وحت فراخ وشوربة. الشوربة بره التحدي. يلا ابتدوا نبدأ. حمودة فاكم الله أعلم. بصوا العقاب بقى في آخر الفيديو، بس قولوا له رايكم في المحشي حلو ولا مش حلو. ما المحشي ده اللي احنا عاملينه، اللي احنا عاملينه على الكانون. مساء الخير عليكم. اول ها ايه رايكم؟ ما شاء الله جميل. رايك حمود بقى طعمه حلو متكمل؟ حلو قوي، طعمه مختلف. طبعا كل شويه بخسر، معود عليا اللي انا بخسر على طول. المره دي يمكن تكسب. انا حاطه لكم الكميات على فكره قد بعضها، والفراخ الفراخ في التحدي. لا والله مش حكايه كده اكسب والله، انا عاوز اخسر عشان محمد ما يتعاقبش. لا مالكش دعوه، بس ايه كل انت وانا هعاقب محمد. الاسبوع اللي فات كان عيد ميلاده، فخسر له عشان ما يعاقبوش. ماشي، بس الفراخ اللي قدامكم تاكلوها. الفراخ دي يا يعني جماعه معموله بطريقه حلوه، لو حابين ان شاء الله اقول لكم عليها باذن الله. ابقى اعملها لكم. جميله ما شاء الله. نشوف. لا حمان شكلك هتخسر الدور ده. لا ان شاء الله، بس لو خسر العقاب قليل شويه. لا ما تقلقش، ما تقلقوش، هنقول لكم العقاب في اخر الفيديو. المناديل قدام كله، عايز يمسح في المناديل. حلو ما شاء الله الفراخ دي. الف هنا يا جماعة، زي ما انا قايلة لكم انا ما بعملش على كميات كبيرة، لان طبعا هما مش هياكلوا كميات كبيرة، فعاملة التحدي على قد ما هما هياكلوا بس. بس افطار ده قل كتير. المحشي لا كل، بس انت مالكش دعوة. اما هو اللي كده اللي يشبع ينسحب. طبعا هما بياكلوا بالشوك، بس في التحدي ما ينفعش، ف طبعا هياخدوا وقت، فقلت لهم بايديكوا افضل. التحدي الاولاني لحمودة. تعالى عاد عندكم الليمون وعندكم الشوربة، اللي حابب شوربة يشرب. متصحب؟ مكمل. طلع الكبه هيبقى عامل مذاكرات. مش هقول لكم الا بعد التحدي. والله احنا ما نعرف اصلا. لا ما انا ما قلتش لسه والله. هي بتفنن دلوقتي؟ بتفكر هي هتعمل ايه. بس انتوا خلصوا وهقول لكم على الكف في الاخر. طبعا التحدي اللي فات كان شطه، طبعا ما تعمليش بقى. لا ما هو لا، انت مره اكلت ايه؟ قرفه ومره شطه؟ لا المره دي مختلف تمام. هم لحد دلوقتي والله ما يعرفوا ايه يا جماعه العقاب. اللي مستنيهم. بس اهم حاجه المحشي حلو والطريقه عجبتكم ما شاء الله جميل. تمام، ده معمول على الكانون. تاكل نايبك يا محمد في الفراخ ماشي، عشان ما يكسبكش. لا قربت اخلص المحشي.
اوعى تظبط في الاسم على ما حدو. سكتين ليه؟ بس انا تعبت النهارده، انا خايفه التليفون يفصل، فقاعده جنب التليفون يا جماعه عشان لو ايه ابقى اخده بالي منه. هو هيفصل الشحنه. كل يا حمود شكلك هتتغلب النهارده يا حمود. انا سبت الضوء اللي فات عشان كان عيد ميلاده. انما مش كل مره انا اللي هخسر. هنقول تكبر بخاطره بس. لا يبقى خلاص، يبقى خسرت. خلاص ماشي، انت حر. لو محمد خسر ما تعاقبهوش، انا عقاب. اعمل له عقاب خفي. انا في نيه العقاب والله من اول، من قبل ومن واحنا على بنعمل المحشي. تمام، فالعقاب اللي هعمله ايا كان انت او هو ما تزعلوش. تمام، والله العقاب ده في دماغي وقلت ان انا هعمله النهارده. تمام. لا والله ما فكرت في الملح نهائي، فاسكت. لا لا لا، جايب الملح وبيقول له خد العقاب ملح، قلت له لا طبعا. شطب. طب كمل اللحمه الفرخه بتاعتك. طب دوب لك كوبايه ميه بملح. هتخسر يا محمد كده. كملوا كملوا، كل يا حمود، كل يا حمود، بدل ما تخسر والعقاب مش حلو. اذا كان هات له ميه. هات له كوبايه ميه. براحتك يا حمود، ما نوقفش. اشرب حبه شوربه يا محمد. لا الشوربه تبقى عايز ميه. ما تعاقبوش محمد لو خسر، مالكوش دعوه بالعقاب بتاعي بقى اللي انا قلت عليه. والله العقاب ده انا مفكره فيه وانا فوق. خد منك كوبايه، خد يا عم كوبايه. انا مفكره في العقاب ده من اول ما وانا فوق والله، وانا عندي. لا خليه عامل له ملح. كمون كمون. خد هات له ميه عاديه. يا عم هات له ميه. خلاص زكريا بيعمل فيه مقالب. مقلب يا جماعة. مية بكمون. مية عادية يا محمد، اشرب على طول. مية عادية. يلا يا محمد اشرب. بيحبك يا حمود. على طول يا محمد. لا يا محمد اشرب. مية عادية يا ابني. اصل هما بيعملوا في بعض مقالب كتير يا جماعة في حكاية الملح والسكر والحاجات دي في المية. وانا كنت صغير ما كنتش بحط له الميه. ما بيشربوش من بعض الميه بسبب حكايه انه بيحطوا لبعض ميه وملح. يلا مين اللي خلص؟ انا اهو. ايه يا حمود؟ خلاص كده؟ مش هتاكلها؟ انت سحبت يعني؟ خلاص يا جماعه، يبقى انسحاب. هقول لكم بقى على العقاب اللي معايا. والله والله العقاب ده انا قايله وانا فوق، وقلت اللي هيخسر ماشي ايا كان فيهم فهو النهارده سماح. تمام. مش هعمل فيهم عقاب علشان طبعا عبده تعب معايا النهارده في حكايه الكانون، بس محمد طبعا اللي خسر. انا كنت ناويه اسامح عبده النهارده، فطبعا يعني مش هاجي. لا لا لا، ما تاكلش ليمون يا محمد، حاضر. فانا قلت ايه، ما فيش عقاب النهارده. يا رب بقى الفيديو يعجبكم وتعجبكم كل فيديوهاتنا، ويا ريت يا رب نكون خفاف ان شاء الله باذن الله. وشوفوا لو حابين يعملوا تحديات تانية على ايه وهم يعملوها باذن الله. يلا مش حابين تقولوا حاجه؟ سلام للجميع. لايك وشير.
لايك وشير وسبسكرايب. سلام للجميع. سلام.